ايوه ده الدكتور مجدي قال لي مش اقل من 30 40 واحد في اليوم، ده كده هيعمل لي مشكله. لا ده كان الدكتور، ما الناس بتيجي برضه يعني. ايه مفيش ثقه فيا يعني ولا لا ازاي؟ ما كانش واثق حضرتك، ما كانش جاهز. طب اللي عليه تقول يجي لي ماشي، ما تعطلنيش عشان انا مستعجل. طب يا استاذ احمد، موجود الدكتور مجدي، هو سافر في المؤتمر لمده اسبوع وكده، فجاب الدكتور. طب هو كويس يعني؟ كويس جدا، ما كانش كويس، ما كانش جاي. طب حضرتك احنا متعودين على الدكتور مجدي. هو برضه كويس ودخل كويس جدا، بيقول كل حاجه يعني. ما تقلقش. طالع كرسي. حاضر. كويس. تمام. لو تعبان على اخر يومين في البطرون. مين اللي عليه الدور؟ الراجل ده. مين؟ انت جاي من نص ساعة. مش انت اللي عليك الدور؟ لا انا جاي من نص ساعة. يعني جاي الساعة كام؟ انا جاي الساعة 10. كم؟ الساعة 10. لما تخش تكشف. لا انا جاي مع صاحبي. ايه؟ جاي مع صاحبي. يعني انت جاي معاه مش جاي تخلع ترسك؟ جاي مع صاحبي. انت تعرفه؟ انا اول مره اشوفه. صاحبك جاي مع صاحبي. انت تعرفه؟ انا اعرفه يا دكتور، اول مره اشوفه. ايه ده؟ انت تعرفه؟ تعرفه؟ لا معرفوش. ولا واحد منهم صاحبك جاي مع مين؟ انا جيت وغيرت رايي. انا درسي خفت خلاص. خفت من ايه؟ درسي خفت. كنت بتحس بايه وانت بتشرب ميه ساقعه؟ كان بيوجعني. بتحس بألم؟ كان بيوجعني. يبقى لسه لغايه العصب. خفت. خفت خلاص. درسي خفت. ليه؟ درسي خفت. ايه اللي خففه؟ انا مش جاي، انا كنت جاي مع صاحبي. درسي خفت. يعني انا فاكر العياده دي عوانصه. درس خف. ناس تيجي تقول لي درس خف. درس خف. مش انا اللي درس خف. درس خف. خلاص. درس خف. خلاص. لا انا مش هنزل. مش هنزل تاني. مش هنزل تاني. خلاص. خلاص.